مرحبا، اليوم رجعنا لكم بتحدي جديد، بس هذا التحدي حيصير من بعده مشاكل إذا ما جاوب على الأسئلة صح يا محمد. بقى الله هيك يسترى معك. الله يكون بعوني على طول، أنا مظلوم. طبعا اليوم رح نعمل تحدي مين بيعرف الثاني أكثر، وطبعا هذا الحكي بعد 6 سنين زواج، فالمفروض انه كل شيء واضح للطرفين. اكيد بقى الله يجيبنا. خلينا نبلش. يلا، ورح نبلش معي باول سؤال. محمد يا محمد، نعم. شو اللون المفضل عندي؟ اكثر لون انا بحبه. اكثر لون؟ لا يلا هات لنشوف. ما رح تقدر تغش. جاهز؟ جاهز. فرجيني. بينك صح زهري؟ والله العظيم زبطت. برافو. ايه بس يعني شفتك زهري اكثر من هيك. بس فرجيني خطيك زهري. انا بينك. انا شفتك كبر. خطي مفشكل معلش. كبر خطك. اوكي، هاي اول نقطة لك. برافو عليك، شاطر. انا شاطر. أحسن. لك انا بعرف كل شيء بتحبيه. يا سلام عليك. طيب ليك جاهز للكتاب؟ يلا مخرطش. اوكي، السؤال الثاني. اي اكثر فصل انا بحبه؟ اكثر فصل من فصول السنة. واو سريع. لحظة طلع، انا لسه ما كتبت لك. ما طلعت الورقة خلاص. لك استنى. أيوة. شو عم تكتب بجريدة؟ لك لا بس ما عم طلعت معي. خلص مو ورجيني. يعني الربيع والشتاء اولاد عم. لا غلط. شو الربيع يعني؟ الشتاء والربيع اولاد عم ما بتعرفي. من امتى يعني؟ والصيف والخريف اولاد خال. لا غلط، انا بحب الشتاء. بالله شتاء ومطر وهيك. لا انا ما بحبش. اوكي بعدين مشكلتك انت. هاي راحت عليك هاي. طبعا انا توقعت انه تعرف. على فكره قديش بقول لك انا بحب الشتاء، بحب الشتاء وقت تمطر بنزل بمشي لحالي هيك بالمطر تحت. مزبوط صح. راحت عليك. اللي بعده. اوكي، السؤال الثالث عن جد لازم تعرفه. شو اكثر اكله مفضله عندي؟ اكثر اكله. برافو شاطر شاطر. يبرق. شاطر. اخ اشتهيت ليبرق على السيره بس اصلا. برافو عليك شاطر. شو اكثر كلمه انا بستخدمها؟ اكيد حيكتب دغري. مروى يعني بتقول لك مرحبا عن جد، كيفك عن جد، شو اخبارك عن جد. وقت احكي مع اهلي كان عن جد يعني وقت يجتمعوا البركه اهلها شي 750 الف كلمه عن جد بسمع. برافو عليك. انا هلا في بالي بلد كثير نفسي سافره. وين هي البلد؟ اي بلد هي؟ ما تغش. ما غشيت، كتبت قبلك لانه يلا جهز حالك قريب. هلا فرجيها على الخريطة. قريبا ان شاء الله. هلا فرجيك اياها على الخريطة. دونت وري. كثير حلو. بس انت نجحت على فكرة. نجحت طبعا. برافو عليك. انا شاطر. فخورة فيك. فخورة فيك. جاهزة؟ جاهزة يلا. شو هو لوني المفضل؟ لونك المفضل؟ لا ما تطلع. هذا تمويه. ابيض. ابيض والله. والله ابيض. والله هذا الزلمه اكثر حدا بغش بالحياه، والله انه كل اواعيه زرق. اواعيه كنزاتك. بس بحب اللون الابيض، انت ما عم تجيبي لي كنزات بيضاء، شو اعمل لك؟ ما رح تعرف ولا سؤال من اسئلتي. لا وانا فايته بقوه انه هو اذا ما عرف ولا سؤال رح يصير له مشكله. طيب. طيب. هيك نحن بخط الخطر. شو أكثر مكان بحب روح عليه؟ أكثر مكان بحب تروح عليه؟ استنى. يعني قصدك وين طلعة يعني كطلعة؟ ايه كطلعة. أكثر مكان بحب روح عليه وقت نطلع سوا. لا يعني
في مكانين ببالي. اختاري المكان اللي انا كثير كثير بحب اروح عليه. اوكي ورجيني. بوفيه مفتوح الصحراء. انا اجب بالي الصحراء. وش اجب بالي؟ والله الشغله الثانيه كانت بوفيه، كان لازم اكتبها. هون الرزق يا جماعه. والله لانه بالشتاء دائما بحب يروح الصحراء. الصحراء حلوه كثير بس بالشتاء. بس بالشتة. هاي صيف وشتاء بس بوفيه مفتوح دائما. لا بعرف هاي، والله بعرف يعني ما بحب اروح غير على هذا المكان. قلت لك في المكانين ببالي يعني. صح موفق. اوكي شو هي اكلتي المفضله؟ اكلتك المفضله هي سهله كثير. رز بازاليا طبعاً المفضلة دائماً وأبداً. هي التوب الأكلة الملوكية من الآخير، ما حدا يناقشني. أوكي. إمتى كان تاريخ كتب الكتاب؟ يا الله أنا والله لو تسألوني مبارح شو أكلتي بكون نسيانة. يعني سؤال مهم. كتب كتابنا يا جماعة. كتب كتابنا. أنا أنت لازم تسألني أسئلة عنك. طيب. عنك يلا بتخصك يلا. أنت بتخصني؟ بتخصنا نحن اثنين. شو تاريخ كتب الكتاب؟ لا تغش وتطلعي. تاريخ كتب الكتاب هو كان بشي آخر ستة. بآخر ستة قراءة الفاتحة. 1/7. لا 2/7. لا شو حزيرة؟ شو 6/7. 6/7 قبل بيومين. بالله جد؟ بالله جد؟ 2018 يعني. 2018؟ كتب الكتاب 2018؟ اسمع شوي. 2018 كنا متجوزين. سلام عليكم. انا بنسحب خالص المخلوق. ثلاث اسئله ما عرفته. بسم الله على عقلي. بسم الله. ثلاث اسئله ما عرفته. والله جنني هو واولاده ما يغركم يا جماعه. اوكي هلا طيب. لا هلا لا ثواني. من فتحة الأندلس لك امتى التاريخ؟ والله بعرفه. بعرف طيب. مرضي. طيب سؤال بخصني. يلا هات لنشوف. شو هو الشيء يلي مخليني سعيد بهي الحياة؟ طبعا انا اكتبي. ما بعرف. بخليك سعيد. شو السؤال هذا؟ طبعا الخطي مفشكل معلش ما تواخذوني. ما بعرف شو عم تكتب. رح تجنني رح تجنني رح تطالعني عن طوري. شو كتبت انت؟ مش مروه والولاد. انا والولاد. يا سلام عليك والله انك كفو. اوكي اوكي حلو. اذا عم تحبوا فيديوهاتنا لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تحياتي.